الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ولا ليال سدا كدره ميسين خطبه دا هره با ما كفهميسين موضوع خطبه دين وحا او لا خيريدا باهيدا اين او قبنو ولالتنمدي ايمانكي اسلامنمدا وحبدان او ديبو مانتا هي نهايستا هدو يهاي ميد ديبادد يا هدو يهاي ميد غودا لبدبا بابكا يا موضوع عسا يرااداي dadku wax badan oo kala way isku xiriiriyaan laakiin walaaltinimada iimaanka iyo islaamnimada iyo abtirsimada dhabta ah way yaraatay meelo badan meeshay ka baxday taas kaanta wax badan oo qaadan waaya oo cadawi naga adkaaday oo ciriiri dhexdeena ah oo cabsida iyo farabadatay iyo dagaalo sokeeyo iyo fitnooyin waxa sanan taas sabab u ah صدح قضبه كوب كوبان أيين إن شاء الله دول مريضونا ولكن لماذا يضع لها متطلبات ومحاذير ومنافع ولكن لماذا سي وحا أي لا ذهي فائدوي إلا وحا ولو دينتين وإن فرتيب فائدة كجرت وح بلا فائدة وما بلا حكمة دي مجر يا ولكن لماذا سي سي أيوهر قشو ديني إسلام لماذا وحيلا ذا وحيابا لو بهن يولا حقيقين ايو ايا قضب كسد حاضا وحيابا لغا إلالين ايو سيانا او دي مولا التن مداز فايدو ان كيلا ذا وحكم ذا ولا التن مدان هو رضاط إيماني قوي وحرير إيمان تدكو احبادن بكو حرير انا او بادن مصالح ذا ايا دنها الدوية ذا ايا انتفاع قفكو هلا ايو لكن تاني ووالالتنما لحريدا حق الدين أي لحريدا وارين إيمانك تابا نيس استادرادت با إلهي وحاو أمضا أغم النشاكت وقتي هورا الجاهلية دي عربية دي كسوك ناين عريدي دي كسوك ناين يابو اسبر بردي غاي يو سعادة دا أي هلان مركي دنباء الدين تا إسلام كو أيوتين بركاسا إلهي وحاو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومديب الله اللوح الحرقة يدين تأي الله ودقب صدها كالتقين واذكروا نعمة الله عليه وحنا حصوصة نعمة إلهي ودين سيئي الداتين ومضى إسلام إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم علباها إذن واختي قانوا إسلامكم يديني منع من نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم ذاتك إهلك أبا قبيالة ودقالني كسائل هاي قلوب تيني ويسوقي فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا مركو ولا على نقطتين ولا تنمى ذا إلهي وشيء ولا تنمى ذا إسلام مركا أبترسيم ذا سين إيمان إنتهى أبترسيمه إنك كلا كأذكت إلهي إن جود رجلين يا نجوم النشيت مركا لنا وحر إنما المؤمنون إخوة تاهرنا وإخوانا تندم بنا وإخوة ولا لوي يجنب ولا على دتك الله يقان كأشهادنا يا إيمان كاسي ولا لكوي ولا التنمى آخر الشقين يسوء الدنيا الشقين يسوء فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون آخر ترسيمة متجر تتنهى لماذا لكن تا إيمان كالشقين يسوء الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين قال انت قياما ولك العرر يا دتك صاحب ذاها كوي إيماني يسلان لما كن صاحب يسكوش على ذي مويان فإذا لا هذا هو حوي والركائز بناء الدولة الإسلامية مركين دون إن الدولة الإسلام كإنه نوع أتحاد أبترسم هذا سين كو أساسينا ولنا في ذلك أسوة من الرسول صلى الله عليه وسلم نبي قال تاتو سالين نوع دولة الإسلام كراس القيبين أيو هي مال هي منفع هي قبل مو قيبين النبي عليه الصلاة والسلام ومضى أبترسم هذا إيمان كوات كين فآخى بينهم بين المهاجرين والأنصار مركا وحو ولا لي
dadkii walaalihii maka ka soo qaxay iyo kuwii reer madiina hebel oo adigu hebel baad la qoysta hebel oo hebel aad baad la qoysta shaqadana la qabo wixii waha iyo la qaybso sidaasay ku socota ilaa dhaqaaluhu kobcayu koray oo dadka la maal gelinaya walaaltinimada faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid a ummaddu itaaldarraday dareemaysa maanta taasay kaga baxaysa tii kale aragna wax badan oo maala way hayaan adduunka iyo energy iyo anfaca adduun maanta ummadda islaamka u horeysa oo adiga arkaya halkay taagan yihiin kuwa isku dhow iyo kuwa kala dheer intuba gidaar baa la kala dhex dhigay aanay isu gurman karayn oonay isu ciidmaynin oo cadow ay isu noqdeen marka ummaddu inay awood yeelato shisheeye uu ka baqday iyo shaydaanba walaaltinimadaasaa sababa almar'u qaliilu binafsihi kahiirun biikhwaani qof waliyo qabiilo waliba gaarkooda way u yarii laakiin waxay ku badanayaan oo ay ku xoogaysanayaan walaalahood nabiguna wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka muuminka awoodda leh ayuunbaa ka khayr badan ka kale walaaltinimadani faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah aynu ka macaashayno farajka ilaahay baynu ku helayna mar walba adduun iyo aakhiraba waynu u baahannahay ilaahay farajkiisa subxaana wa tacaala wax kastoo inagu adkaada inuu ilaahay inaga furfuro oo uu noo furdaamiyo oo faraj aynu ka helo cidhiidhiga dhan walba inaga haysta ukhuwadaasaynu ka helayna hadda laga dulboodeen la dareemay nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidkii saxiixa waman kaana fii xaajati akhihi kaana allahu fii xaajati وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قفك ولالكي كربة يكذيت كدل قادة مشكلة ده هيستي لحالية نقضى أمدك أغو أنفع بدن نقنك أغو نب بدن بال انت قيامها مرك أرنك أدقي هيبا إلى هاي كربة دي سيا كذيت كيسا كدل قادة فرج بسيا walaalnimadu faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah wa khayru makaasibi dunya min khayri makaasibi dunya assadaaqa alukhuwatu saadiqa maqaaladihii xikmadihii dhaxalgalka ahaa dadka walaaltinimada dhadhamiyey ay noo dhigeen bay ka mid ahayd inay odhan jireen walaaltinimada islaamkee wanaagsani iyada ayaa ah wax la kasbada adduunka ta u fiican oo sacaadada iyo raaxada adduunyada waxyaabaha ku dhadhansiiyey ka mid dadka masaajka ku wada nooshihiin magaalada ku wada nooshihiin jaarka ku wada nooshihiin waddanka ku wada nooshihiin haddii isjeceshihiin laabtiinuna isu furantay sacaadad haysata haddii kalena cidhiidhi iyo carcar baad ku nooshahay waxaa la yidhaahdaa waa makaasibu min makaasibi dunya waxyaabaha adduunka la kasbanaya wanaagsan bay ka mid tahay ziinatun fi rakhaa bay odhan jiray waqtiga barwaaqada qurux bay kuu tahay cuddatun fi lbalaa markay balaaya dhacdo waa wax kuu diyaarsan macuunatun cala alacdaa marka cadowgu ku helana waa waxaad kaashanayso alukhuwa tudawiquka xalaawata liibaan walaaltinimadaas waxay ku dhadhansiinaysaa macaanka iimaanka nebiga ay noo sheegay sala allahu calayhi wasalam saddex arrimood qofka helay buu ihi macaankii iimaanka uu helay midda u horeysa waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa waa inuu ka jecel yahay wixii ka soo haro dhan dadkiisa dunyadiisa dalkiisa wuxuu ka jecel yahay rabbi iyo rasuul jacaylkoodaasuu ku nimayo ku nool yahay uu ku dhimanaya wax walba ka horreysiinaya midda labaadna waxa weeye gaalnimada wuxuu u nacayaa sida u nacaya dabkaa in lagu tuuro midda saddexaadna waxa weeye an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ilaa lilah cidduu jeclaanaya ilaahay daraaddii buu jeclaanaya subxaanahu wa tacaala walaaltinimada faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah maalintuu dadku wada kulul yahay ee uu wada kareedan yahay ee qoraxda lasoo dhaweeyo walaaltinimadaasaa la harsanaya siduu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wa xadiis saxiixa min xadiidi cumar ibn khataab radia allahu canhu abi daawuud buu ku sugan yahay nebigu wuxuu yihi addoommaha ilaahay waxaa ka mid a aakhiro dad aan nebiyaalna ahayn dadkii shuhaadada ahaa dagaalka gaalada ku shahiidayna aan ahayn yaqbituhum alanbiyaau waalshuhadaa fii makaanihim aw fii makaanati haddana nebiyada iyo dadkii shahiiday baa majeeranaya halkay taagan yihiin rasuulladii baa kor u eegayo la yaabsan
أصحابت وحي إلى ذا وكوما برك النبي وحول قوم تحابوا بروح الله على أرحام على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها وضد إلهي درادي سوش على ذي يدعو أن أهل نمائي أدون إساسيين كدحين تاسنوا تأينو مان تباهيدا وينو قبنو سيو مشكلة دينا هاي ستأوي راتو ولكن ماذا وحلو قارة شعائلك إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي إنك على هذا حديث صحيح هو من معاذ بن جبل وورينا النبي وحوري وحديث القدس وجبت محبة للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في إلهي بقى وحوري شعائلك وحو أصب ناري ضد كأنك درادة يسو شعال وضفر ليا يسو بوقنا يا الحقيقة يجرد أمان بلدبو إيك فإذا إن كاسو أدوية يا آخرة بله وإن ما أنت أباهنا ولا التنمى لا إيمان على جهلة السياسة دخربتي القبيلة دخربتي الدنيس هو خربي دين تنوات القرآن حديث بوحس أنت عصين قها إن يين كبلان ولا التنمى لا سوح إلا المتطلبات وحيابا كان سنيس أما لجوه لي كره أما السبب النقنية وحكوا كحقوق النبي الشجع إن ينسسينا حق المسلم على المسلم ست ضد كام مسلمين تي وحيس كله ينبو نبي يقول حقوق لحبو إسرائيل نبي وأهرماء ينسكبي رئيسنا إن رفضوا لكن قلوبته يسكسوا دوما يو يسكسوا دوينة يب مركا الله كلانتو إن السلانتو مركا وعسومت كوجو يارو إن أنا ديدين أدرع عضو مركا أو تلو ناكسن كوي ديو إن أنا دلوقو إن إذا سفع عن ولا تلسو مركا أو هندسوا الحمد لله إلى هذا إن يرحمك الله تلا هذا marka uu bukoodo inaad soo booqato iyo marka uu dhinto jinaasadiisa inaad raacdo kuna tukato lana soo aasto jinaasada ay nootaalay wa xaqul muslim ala muslim aan hadith kaaso bukhari iyo muslim ku sugan wa xuquuq ayu fudaysana laakiin umadu ay ku barakoobayso xiriirkeed waxa kamida salaamatu sadr in dadka qalbiga aad ka sii deeyso oo naxli iyo naciibsiyo kugu helanay aanu jirin oo cara aanad la ildarnay adigoo gurigaaga iska jooga adigoo halkaaga fadhiya laga yaabo inaad ka dhigantahay intaad u calaysantay hebel iyo intaad u calaysantay reer hebel inaad ka dhigantahay gaari taagan oo la warka lahayd oo qeylinayo kale kulaylka ku haysta salaamatu sadri wax weyn wey waxyaaba jannada lagu helo wey nabi kaleey salaatu wasalaam asxaabtu maalin la hadlaa wuxuu rinay aanu jannada ba idin soo galay waa la gartay inuu hebel yahay maalin labaad nacaynka suuro isagii bunoode maalin saddexaad nacaynka wuxuu isagii bunoode abdullah ibn umar ba u kuur galay ninkii markuu soo diraaseeyay habeenkii guriga ugu tago la soo cibaadeystay wuxuu arkay cibaadadiisa iyo amalkiisa inaan u badnay oo isaguba uu ka cibaadiyay amal badan sirtii buu weydiiyay wuxuu rinay anigu waxaan u maleynayaa cid baanan u caraysnayno aan ciilbay haynino arrinku nabigu sheegan ku jarna mutaysay inuu ka yahay maxay nooga baahay badan maanta إياكم وظن فإن ظن أكذب الحديث وحيابها كان هذه يتشار دادكو إني لابتا حسوق قبتانا وحكم إذا ملح وحاسوه جيدا يا وحاسا كدن بايا يا وحاسا لغا يابا وحيابها كان ويا أمدو إني نعيب شيئا يسوق هذا وحكم إذا متطلبات أمولا التنمى ذا ينوبها أن وحيابها كان كرام معرفة الفضل لأهلي كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير قفك إن ديراتك سلا أقوى صلاة أما ديراتك أن لقى إلاه هدو وناق لي وناق سلا قرا ديني الدوية بقى لقو أمانا لقو دعائي يدك وحو تري هذا ذوق فضلي ديرات لا يضحينا أنا تكجب خيلنا أذولالك أقول قرمتات كساعد وحكم إذا أن تخبره بأنك تحبه في الله إن أذوش يكتئن تعش هذه قفكة سكوعة كبيرة الله أموس نسي سقنا وكوش على هذا وش يجينا تعيش سيدو النبي قلنا براي صلى الله عليه وسلم إن بنا يكون إنك أوان تعالها وش يجوا ما وش يكت وش يجوا وحين دونا إن أدت كنا الله كلفر دينا الله كلفر جينا الشيطان كفاية سنين ومت كليها يسكت دوبنا قال يا شيشي الشيطان بيسكن نارا إن نقدنا ولا تني بدو أي مداي نيسو وراين وصل شيء قضاء حاجتي مرادك walaalka uu leen laga caawiyo oo aanad oranin maxaa arimiisii afaariisay galinaya geed walba in gubtaa hoosta loo taydaabay ugu culus
قف بدر نو كريسا قف بدر أقانو كريسا قف بدر إرجاء كري كريسا قف بدر دون سين كريسا قف بدر وتشجع كعاون كريسا إن هذا إرجيس اشفعوا تجار ويقضي الله على لسان النبي ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرجاي الدتك إلى هنا وحد ضار أبوك حكومة يعرب كي لكن إذا كنت دور كي نقاط وقف كي ما دور حجة دونية رسول الله ولا سائر ده أفضى السنة وحكم إذا مصار حذية مكاشفة ده إن الله تو حبلا يسقوها إن إنا وحيل الدرامة يسوي ونعكسنا وحكم ما ضيسنا يسقو بني أو ضدك أي مدارا دي منافقة أنا كوا ذا صعنينه وحلاب تا أي كوا يستان أي قرينا يسوي ونعكسنا وحكم ما ضيسنا يسقو شيئا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي وإسلام كتت كوا بني أصحاب غير مدينة أيوه يشيس لقلاي أو بيع لقلاي مركي يشيس كوا لما ضي لنا أصحاب تكمل ذا يا وحول من لقيا با أنا طبعا حريت كود الصوتر نبي ولا تانو غير مدينة نح ويهود علاقة أن ولا لهاي ويسبهاي سنقدر دحيه وأنا قلنا هذه جوان ده ما أنت كسور وين أنا بيع على الإسلام كل قلا من لقيا با هنا ديبو قلنا قطار إنت ما يهك يا بيبو نفيا مال با وهو ذا قيب سنة نامل بين كود ده ما نينا بل أنت سنة بقول قلا صلى الله عليه وسلم أصحابي قاسم ما قرسم وحيد دريني dad baan kugu bedelanay barigi hore calaaq naga dhaxayseey maanta heshiiska aad nala gashay ma ku wadeysa waan ku wadayaa abuu nabi sallallahu alayhi wasallam waxyaabaha aynu aad ugu baahanahay waxa kamida shayga loo yaqaano tasaamuha iyo taraahumka in dadku ay saamaxaan wal afu inda al kiram maqbul afis kaynu qof ku badiya hadiya jeer وقف عيلي على كل نولان ونقني كأرقص يدبقل قرآن كإن بدن النفرية سنة النبي قال النفرية ولقى كقف كمسلم كي صفات كمؤمنين تؤليه فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله صحابتي قف كل عيم المي دقال كأتكا أما عرري أيو لهي ليس كعف ولي بالله تشعر وسود هو حكم من اللي تريها كو قادنها اللينين النصيحة بالحسنى تلون عكس هذه شعر قفك على لط الشضي وقفل آميني أما هذه شعر قفك أدركتين تلأوا قبو أرن كاك قال السماء لا دونك إن الله تليس كي شق دوني كي جور دوني كي هرمر دوني كي وحبرش دوني إن تلاذ ضدك أنا كلب خيل ويا تلاذ ووحوين وحوين ويا الدين والنصيحة وكنبي وإن الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام كن نصيحة وي عذو البواء ودنا والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصي قاسي حق يلا يصدر دار ما يصبرك وتلذي ولا يستنيد إلا يسيني وحكم إذا هديده تتكاركو صدق على السيني تتكاركو ذيبئي هديد بالسيني هذا يراته قفك حتى ما ها قفك وحلا سينا يا فقير كي قفك ضعيف لا قره قفك يسقون مال قبينا ومضحة يا هدية الله سين كرا هدية ده سوحى كنيسة قفك قاد وحسوا هدية سهبي يا رابو وحي شيء جيسة إن هذا سجد دنينيس وقاد قف كريس استسا سوق قف كريا كوك وجود دنيني وأنا أنت اللي دوني وحكم إذا بابي نجم قرار الله إذا زيارة الأخوة ولا الله إن لصاب والله walaal tinimo daraad deedan la isu soo booqdo bal ka war dadku iska dalxiisaan oo ciyaalkooda ka haystaan oo meelahaas ay wareegaan wala qarumada kale laga keen laakiin dad inta gaar ka haysteen ama lugeeyeen yiri maanta aan soo booqano saaxiibadeenii hore rag iyo dumar ba ehelkeen aan soo booqano ma badna hadda nabigu kaleey salaatu wasalaam dhaqamadeena baraydahay asxaabtana ku rabeeyay dumarka muuminaadka xafadahooda iska jooga ayuu ku soo booqan jiray guriyahooda heblaaye iska waran xaalkaagu halku maraya maxaad u baahan tahay qofka laga yaabo mas'uulka ah haddu cid soo maro ama culimada ama akhyaarta ama maal qabeenka qofan inta badan la arag haddu dadka soo siyaarto maxay dareemi karayaan wax aad u weyn weeye taana xadiis badan ma ku soo aroortay qodobka saddexaad u dambeeyay xusilay waxa weeye li hadhihi alkhuwati mahadir walaaltinimadaas waxay leedahay waxyaabo laga feejignaanayo laga ilaalinayo aan islaayey tamaanta uu shaydaanku badiyo inoo buunbuuniyo waxa kawka al-hasad hasad ka waxa la ilaalo
حسد كوا نعمة إلى هاي عودي وسيا وقولي وإذا تريا كقاعدة هذه قصية أما لبدي نبيدي ويداري لو الله لقو قدا حسدت كوا حسيدة يسوح إلى هاي وسيا حسد كاسي وعذر هذا قلب جا يدك يسكجشرة وحنا ده اللي ترى تقوى ده قف كادي تقوى دي سيا لك عبسي سو بدين حسد كيس هو يرعى هدي التقوى ده هي الدين هي إيمان كنتك كوا يرعى أنا حسد كوا ذو عرق مرا وحرارة دي سوى بضعتا وحكم إذا كبر كأي أنا نيد إيه سكرية ده ضدك يا إسكو أمضى إسكو أهلا إسكو ديغانا أي قلبة قلبة كلا أفانيس أو أي حقيريس هنيك إيه أنك عذر الله إلابة بضانيا كاسال إسكو ديليا كاساو حلقو قياسيا مركة تاسنا وحيابا ولا تنبدي ديليوي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إلى آخر الآية وآيات كسورة الحجرات آيات الآداب والأخلاق أنت كدي يومي كان الله ديرا كان جنا كان جبا كان فلانا دوحة بدنا كبير كوكشر الله دل دل أيام ما أنت شقين كينا نوضة ولا تني ماذا وحياة بعد دلوا حكم إذا الضماع إن ماذا يأدون يتعيلك نبي وحي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم والله إن أنا ذي كعب سنة ومد الإسلام كهذا تني أنا فقر ولي مثالي باهي لكن waxa idin ka cabsanaaya in baahsan adduyada la idin balaariyo ku tartanta maalkeeda iyo madaxtinimadeeda iyo muqaalkeeda dabatan taa isku nacdaan oo isku dishaan dibo ay waxa dadku isku haysto waxa kamida oo aad iyo aad inagu maanta karkiisu noogu badan yahay iyo xumadiis casabiyada waxa la ila qabyaalada oo dadka halkii diinta iyo iimaanka u gashay oo lagu nool iyo lagu dhimanayo oo la difaacayo loo xaraaqayo loo dagaalamayo ودكي لغو كالرية العصبية نبي قيل نوحي نليه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة معلم الأمة دعوها فإنها منتنة قبيالة إسكدا يوا قرمونة بل ياك قاتل نبي محمد عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم ددك قال كوضو طلاء يا أصحاب تكرد حيري أدبو وحنا قوي حيري وبهاشي ما صالوا ليس أنا ولي لمنين أيو نبي قيل صلى الله عليه وسلم qabiyalad Soomaalida waxa la oran karaa way sunaysantahay ba iyadu way sunaysantahay oo dadka inta ay taabatay baba miir qaba ilaahay baynu ka bareynaa inuu in dalacada ay nagu dalacantay naga dabciyo waxa kamida jahliga mahabirta iyo walaaltinimada waxyaaba dilaa waxa kamida jahliga jahliga uu qofku ka jahiliye diintiis ma garanayo yaa shisheeyaa yaa sokeeya waxa lagaaba shisheeyaana inuu ku sheego walaalihiisa deegaanka laaha ehelka laaha asxaabta laaha ummada laa shisheeyaha inuu kuwa ku sheego sokeeyahana cid kale gaala ehelii baynu ku sheego idan marka qofku inuu diintiisa iyo xuquuqdan iyo arrimahan inuu ka waramayno dadka la baro lagu wacyigeliyo wax weyn bay ka fududeynaysaa maxaadiirtaas waxa ka mid ah tahriishul adaa bayna almu'miniin dadka gaalada ah iyo faragelinta ay nagu hayaan هذه شر وير كشيشيو وحيابا أقول مهم سنة أديك سلام بكمته هوب كاي نقول هذا أنا كتش عليهن إن قيبيا إن أمضى قيبيا قل أول بقبل كودا لو قلت جيا ديجان كودا دل كي دجينهن كحال لا قيبنا يا قبيلة لا قيبنا يا حدود بلا قيبنا يا وسلاح يهوب أي شيشيو كم عشان ما المرك وير يعني إلى أي بركة هلا المسلمين تمور وخير دليل ما نشاهده اليوم في فلسطين وفي أرض العرب وحما أنت تسالك هو بل واحد يكتب فلسطين والله قوابتي وقال الله ميسو يا دي قوته دي وأوينا عربنا كقعمها اللابته حا تاك يعني مركو دار الله كالحر مركو وضد لسيسة ما يستي برنامج مخطط هو بقلال سنة لسيدة بريبوها ضد كانين أنا يسعيد من عدونا يسو النقضان أنا يسو قرمانين iyada inaga ba mushkilada in haysata wax badan bay gacan ku leeyeen waruntii aan la dafiri kareynin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu tilmaamay shisheeyuhu waxa uu xarig maleegayeen taas kamid oo rabbi waxa uu kullama awqadu naran lil harb atfaaha allah markastay naartooda soo afuufaan ilaahay wuxuu ana idinka baxtiya dabkay soo afuufaya ebal waa naarafuuf soomaada qal naarafuufka ugu weyni waa galk markay dabka idinku soo afuufaan aniga idinka baqtiya ba ilaahay ilaahay uu naga baqtiya mooy maanta dabkoodu uu nagu badan yahay marka mashaakilkaas ama maxaadirta iyo khataraha gudaha iyo kuwa dabada
labaduba waxay dileen bayno oran karnaa walaaltinimada aynu arkayna maanta Itaalka iyo isha ay leedahay mana ka marmayno waxaan isugu baraarujineynaa casharkan isu siineyna daakhiliyan wa kharijiyan mushkilada ina haystay habeenkii aad ka fikireysay leedahay war umadan faraha badan ee adduunka haysta ee istaraatiijiyadooda dhinacyo badan ka fiican tahay maxaa ku dhacay aad ka fikireysay meelaha laga raacay ugu muhiimsan nabiguna uu ka daweeyay sallallahu alayhi wasallam mowduucaasa kamid ah ilaahay inagu anfaco اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا اللهم مزل الكتاب ومجري الصحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.